السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي معانا حقنة عضل فيتامين، طبعا من اصعب انواع الحقن هي حقن الفيتامينات، والحقن اللي بتكون المادة بتاعتها زيتية، اللي بتكون تقيلة زي الزيت كده. اول حاجة بنفتح السرنجة وبنركب النيدل اللي هو السن في الجزء بتاع السرنجة، بنرب الأنبول كويس وبنبدأ نفتحه من عند النقطة كده، لو مفيش بنفتح من فوق القسم بالظبط. بعد كده هبدأ أسحب كمية الدواء، طبعا في ناس بتاخد سنتي، في 2 سنتي، في الأنبول كله على حسب الكمية اللي أنا محتاجاها. وببدأ أطلع الهواء اللي موجود في السرنجة، ده حاجة مهمة جدا، لازم الهواء ده يخرج. الفقاقيع الصغيرة خالص دي مفيش منها مشكلة، لكن لو كمية كبيرة لازم نخرجها. بعد كده بعقم قطنة بكحول، دي بنعقم بيها المكان اللي هنعطي فيه الحقنة بالظبط. دلوقتي بقى هنيجي للإليا، بنقسمها ل4 أجزاء، بندي في الربع العلوي الخارجي عشان نكون مطمنين ان احنا بعيد عن العصب. بمسح مسحة واحدة في اتجاه واحد او مسحة بشكل دائري، بمسك الجزء اللي هدخل فيه عشان اخفف من الالم اثناء دخول السن. بعد كده بثبت وبسحب لورا سنه صغيره، لو ما خرجش حاجه ببدا اعطي الحقنه بتاعتي، وبعد ما بخرج بضغط لمده دقيقه علشان ما يحصلش تورم ولا كلكعه. وبكده بيكون الفيديو خلص. اتمنى لو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير.